نرحب بضيوفنا الاول ونقول لهم انتم منورينا. استاذه سهى احمد نورانا النهارده يا فندم. ميرسي يا رضوى. شكرا استاذه سهى. خبير التنميه الذاتيه صحيح. ونرحب بيه استاذ طارق الجرحي نورانا النهارده يا فندم. استاذ طارق الجرحي متخصص في شؤون الاسره. وكان في ما بيننا حوار كده في الفاصل يقول لي الرجاله زعلانه منك ليه؟ قلت له اسالهم. صح؟ هنشوف. طيب موضوع النهارده او موضوع الفقره دي، هل الرجال عندهم قدره اكتر من النساء على اخفاء الاسرار ام العكس؟ او العكس؟ يعني هل الست تقدر تخبي اسرار عن جوزها اكتر؟ ولا الراجل هو اللي بيعرف يخبي عن مراته اسراره اكتر؟ طبعا معلش حاجة، انا مش ضد الرجاله بس ليديز فيرست. لا وحتى لو اوكي لا طبعا. استاذه سهى عليك رايك ايه يا فندم؟ رايي طبعا ان الرجاله بيقدروا يخبوا جدا 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 جدا. ليه بقى يا استاذه سهى؟ يعني او زي ايه كده؟ ادينا امثله كده. اولا يقدر يتجوز اثنين وثلاثه وكل واحده ما تعرفش، كل واحده ما تعرفش قصه الثانيه، ويقدر يتعامل مع كل واحده فيهم بنمط اعتيادي طبيعي ولا كاني في اي حاجه خالص. ويقدر يعني يمكر في المشاعر بطريقه مش طبيعيه، ويقدر يغزل بطريقه مش طبيعيه، ويقدر يعمل كل حاجه كل حاجه من الموبقات ويظهر قدام الست انتي بتاعتي وانتي ملاك وانتي الزوجة الاولى والاخيرة وعمري ما هبص غيرك وعمري وعمري وعمري، وهو يكون بيدبر لها المكايد، وهو يكون بيعمل كل حاجة غلط ممكن تتخيليها. عايزة اقولك يا استاذة رضوى ان اكتر الدكاترة النفسيين اما جيت عملت معهم احصائية بيقولوا لي يا استاذة سهى ان اغلب اللي بيجولي ستات، سبب مشاكلهم راجل، سبب مشاكلهم النفسية والصدمات والخذلان اللي بيمر بيهم راجل، وان المفترض ان اللي يتعالج مش الست اللي بتروح، الراجل اللي عمل فيها كده اللي دمرها نفسيا. ايه يا استاذ طارق حضرتك رايك حضرتك ايه في الكلام؟ رايي في كلامها ولا رايي في موضوع الحلقه؟ ايه في تحب اللي تبدا بيه؟ تبدا بيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع ان الست بتخبي اكتر ولا الراجل اكتر ده يعني ما حدش يقدر يقيسها قوي، لكن هنبدا من الموضوع من زمان شويه يعني، وهي حاجة كنا درسناها قبل كده في التاريخ. حتى الملك ممكن الست النهاردة تخبي على شعب بحاله، وعندها المقدرة انها تخبي على شعب بحاله، مش بس تخبي على زوجها ولا ابوها ولا اخوها ولا. ولذلك حتى حصل زمان ملكة مصر كانت شجرة الدر خبت على شعب كامل، شعب مصر كاملة، وفاة زوجها. لكن على المستوى الاسري اللي احنا في وقتنا الحالي، لا احنا بنشوف حالات كتير جدا، حالات كتير، ويمكن مش هقول الحالات في الحمل عندنا، لا ده حالات احنا بنقراها. الاحصائيه قد ايه؟ خلينا بس نقول ان انا سبتك تتكلمي. الاحصائيه بس قد ايه؟ سبتك تتكلمي. الاحصائيه قد ايه؟ انا بس عايزك تسمعيني للاخر عشان نسمع. طيب. لكن انا مش بقول بقى حاجات من حملتنا احنا، لا ده حاجات احنا كل يوم بنقراها في الجرايد. على سبيل المثال ان انا النهارده لما كل يوم الاقي طفل سفاح مرمي في زباله، مرمي في مكان ما في الشارع، في الكلام ده كله، ما ده نتيجه ان واحده قدرت تخبي على اهلها حملها 9 شهور وولد الطفل ده ورمته. هتخبيه ازاي؟ فالست النهارده هتخبيه ازاي؟ فالست النهارده يا استاذ طارق هتخبيه ازاي؟ يا فندم انا والله ما قطعتش حضرتك. هتخبيه ازاي؟ انا ما قطعتش حضرتك، انا بس عايز اعرف. لا انا هرد عليكي بس ايه يعني ما قطعتش حضرتك. ده مثال. الست النهارده ممكن تخبي علاقه عن اهلها، علاقه اذا كانت عاطفيه، وللاسف احيانا بتوصل لعلاقات محرمه، علاقات جنسيه. الراجل على المستوى أبشع. على المستوى الاسري، على المستوى الاسري في نطاق الاسره. طب اسمعني الراجل ابشع. على المستوى رصدنا حالات كتير جدا. على سبيل المثال مثلا طبقا لقانون الاحوال الشخصيه، او في عوار كتير في قانون الاحوال الشخصيه، انا مش هتطرق للقانون، لكن بيحصل مثلا يحصل ان في راجل النهارده قاعد مع مراته وعايشين مع بعض، وهي رافعه مثلا قضيه خلع ليه وهو ما يعرفش. ليه؟ هتقولي لي ازاي؟ ليه؟ هقول لك. هتقولي لي ازاي؟ لا انا هقول لك. هقول لي ازاي؟ الست لما بتكره، الست لما بتكره. لا 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 ده مش موضوع، ده مش موضوع، ده مش موضوع. بتعلن مش بتخبي. انا بقول، انا بقول، انا بقول يا استاذ طارق، انا بقول لك بتعلن. طب انا هسكت وهسيبك تتكلمي. بتعلن. انا اصل انت خدتي مني الكلام وانا ما قطعتكيش. بس هي بتعلن. طب نسمعه ونسمعه. النهارده الراجل بيبقى قاعد، وفي حاجه كلنا عارفينها والناس كلها والمحامين والناس المتضررين سواء اذا كانوا سيدات او رجال متضررين من موضوع الاعلان الامريكاني، ان النهارده الست ممكن ترفع قضيه على جوزها. ممكن ترفع قضيه على جوزها وتخلعه وعايشه معاه في البيت وهو ما يعرفش. ده بيحصل.
طب اقول لك الاخطر كمان ده ممكن يكون بيصرف عليها عادي جدا وبيصرف على اولاده عادي جدا وبتروح ترفع عليه قضيه نفقه وبرده الاعلان بيجيلوش اصلا او بيجيله على عنوان غير عنوانه او احيانا بيجيله على عنوانه طبعا لان الزوج مثلا ممكن يكون منشغل ودي حالات كتير بنشوفها منشغل في شغله فالمحضر بيجي الصبح بيته هي اللي بتستلم الاعلان ده والاخر ما بيعرفش حاجه والقضيه شغاله وبيتحكم عليه وهو اصلا والله امال مين اللي بيطلقها غيابي ده مش موضوعنا ما احنا قلنا بقى احنا بنقول الست بتخبي ولا الراجل ما هو انا بقول لك طيب الامريكاني بس عشان انت مش عارفه يعني ايه امريكاني امريكاني يعني هي تبعت العنوان على عنوان اخر غير بيت الزوجيه حضرتك تفضلت لي دلوقتي وقلتي له والطلاق اللي بيطلق غيابي فهو رد عليكي وقال لك ده مش موضوعنا والخلع كمان مش موضوعنا ما احنا ما اتكلمناش وعايز اقول لحضرتك على حاجه الست النهارده لما تيجي تفكر انها تروح ترفع قضيه خلع تمام. وهي قاعده او طلاق في بيت زوجها وهي معاه ده مش كاتمه اسرار لان هو كده كده هيعرف السر هو الحدث اللي اقدر اخفيه عليك مدى الحياه مش تكتيك او تكنيك او طريقه انا بتبعها لفتره قريبه لان ده اسمه غدر وده مش موضوع الحلقه تمام. موضوع الحلقه جميل مين اللي حضرتك مشرفنا فيه هل حضرتك كزوج انا عرفت من حضرتك زوج وعندك بنتين ما شاء الله حضرتك كزوج تعرف تخبي عن مراتك اسرار اكتر ولا مراتك تعرف تخبي عنك الاثنين يقدروا يخبوا على بعض اسرار اكتر الاثنين يقدروا يخبوا على بعض هنا بقى سوا بتقول لا الراجل اللي قولي ليه قولي ليه يا استاذ طارق اولا هي ممكن تكون منحصره في داخل الاسره بيتها اولادها مسؤوليه اولادها هو بيبقى كثير السفر كثير العلاقات اذا كان بقى شغله فيه احتكاكات نسائيه متعدده تمام هي دايرتها محصوره في اتجاهات معينه ما عندهاش وقت مامتها ومامته وهو هي وصاحبتها وولادها انما هو ممكن اثناء الشغل يعمل علاقات تمام يعني زوجة حضرتك النهارده لما تيجي تنزل بتبلغ حضرتك انها نازله تمام انت بتروح صحيح. وبتيجي تمام. وبتعمل حضرتك كل بتعمل حاجة. كل حاجه وبتتجول براحتك جدا وتقدر تكلم اللي انت عايزه وما تكلمش اللي انت عايزه ومش لازم تعلمها لان انت الراجل طيب ما بيحصلش العكس اللي هو ايه العكس ان الزوجه ممكن تكون بتعمل علاقه اثناء قيام العلاقه الزوجيه نفسها دي تبقى زوجه مش محترمه احنا بنتكلم على لا ما هي هنا سوها ابتدت ايه استاذ طارق استاذ طارق الزيجات استاذ طارق الزيجات والزيجات والزيجات هي بقى هي ما تقدرش تتجوز على حضرتك استاذ طارق تقدر تتجوز عليها الزيجات دي مش حاجه غلط استاذ ولا علاقه مش محترمه يا استاذ طارق احنا مش بنتكلم في الغلط طيب او الصح هو مخبي احنا بنتكلم وهي لما تعمل مخبي. علاقه غلط وبتكلم حد تبقى ست مش محترمه ما بنتكلمش احنا لا احنا ما بنتكلمش على الفئه دي احنا مش بنتكلم على المظاهر احنا مش بنتكلم بص انت بقول لك ايه عرف لي كده ايه هو تعريف الرجوله لا 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 ملناش دعوه برضه بتعريف الرجوله عشان تعريف الرجوله ده مش موضوعنا ما انا بسمع اللي انت بتتكلم فيه تعريف الرجوله تعريف الرجوله ده كبير لا 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 كبير وعظيم ومحتاج حلقات عشان نعرف ايه هي الرجوله انت بتتكلم وده مش موضوع فقره يا استاذه سوها احنا دلوقتي بنتكلم مين الاكتر هل الست اللي تقدر تخفي اسرار عن زوجها كست ولا الراجل يقدر اللي يستطيع يقدر انه يخفي اسراره اكتر عن مراته يقدر يخفي ده بيخفى اسرار عن بعض نفسهم الستات نفسهم اصبحوا بيخفوا اسرار عن بعض لا احنا بنتكلم على ست وراجل مش يعني انا عايز اقول لك كده لا احنا مش بنتكلم ست وست تمام احنا يعني انت ذكرت حتى ان بتقولي ان الزواج من اخرى زواج الراجل من اخرى وبيخفي على زوجته وممكن يتجوز مره واثنين وثلاثه ليه يعني مش ده ممكن يبقى في 30 يا استاذ طارق ده بيبقى في 30 علاقه غراميه مع بعض وعايزه اقول لك عن ده مين اللي هيخش في 30 علاقه من ولا مين اللي هيخش في علاقه انا بقول لك بس انا بفهمك يعني انا لو متجوز لو راجل إيه؟ بص حتى الرصد انا مش عارف اتكلم حتى الرصد كان في الافلام بص انا ما انا عارفه ان انت مش عارف تتكلم لا انا لا 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 مش مش لا 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 من فضلك من فضلك انا اسف انا اسف مش عارف اتكلم لان انت بتقاطعيني الزوجه الاربعه انما انا هسيبك تتكلمي بس من فضلك لما اتكلم ما تقاطعنيش لكن مش عارف اتكلم لا انا قادر جدا ارد على كل كلمه لا يا فندم لا بعد اذنك انا قادر جدا ارد على كل اديله مساحته انا عارف اتكلم لكن كراجل. انا بس بحترم ادب الحوار بس حلو طيب اتفضل حضرتك قول وجهه نظر حضرتك ايه في موضوع انه ايهما يستطيع انه هو او هي يخبوا اسرار اكتر على الطرف الاخر احنا ما نقدرش نقيسها يا استاذه رضوى يعني احنا ما نقدرش نقول مين اكتر ومين مش اكتر لان زي ما قلت لحضرتك في ستات بتخبي وفي رجاله بيخبي لكن نقدر نقول ليه بيخبوا نقدر نقول الظواهر اللي بتظهر في المجتمع ليه بيخبوا ممكن انا هتكلم بقى كراجل وان الراجل النهارده بيخبي على زوجته هيخبي عليها ايه يعني احنا لما بنتكلم ممكن يخبي عليها دخله
بيحصل بيحصل انه خاب عليه دخله. ليه؟ لان بنشوف احيانا النهارده ان في سيدات وللاسف طبعا يعني بعض السيدات لما بيعرفوا دخل الزوج النهارده بيحصل عندهم نوع من الاطماع. ولذلك احنا برضه في 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 حملتنا في حالات للاسف النهارده لما بتعرف دخل الزوج وتعرف مرتبه وتعرف مرتبه بتبدا هي ترتب ورقها. طب اتكلم ولا ايه؟ بتبدا هي ترتب ورقها وترتب كل حاجه، وده بيبقى التحريض مثلا من حد من الاقارب، وترتب ورقها وتعرف كل حاجه عشان خاطر هي شايفه ان بعد الطلاق ممكن تحصل على مكتسبات من دخل هذا الزوج. اذا كنا احنا بيقولوا ان في احيانا بعض الازواج بيخفوا مرتباتهم وبيتلاعبوا مرتباتهم، لا، في ستات النهارده بتبقى قاعده بتترصد للزوج ده عشان هي تحصل على ده. في فلذلك الراجل النهارده ممكن يخفي مرتبه عن مراته. الراجل النهارده مش هنقول ان هو بيخفي زواجه، لان الزواج عمره ما كان عيب ولا حرام ولا حاجه زي كده، ولا هنقول ان هو بيخفيه خوفا، لان ما فيش راجل هيخاف من مراته ابدا. لكن خوفا من ايه؟ خوفا مثلا من انهيار البيت، خوفا مثلا من ان شايف ان لو زوجته عرفت حاجه زي كده في اولاد النهارده هيبقوا هيحملوا ان هم يكونوا ابناء شقاق، البيت هينهار، الكلام ده كله. شايف ان غيره مراته زياده حتى لو تقبلت امر زواجه، لكن غيرتها الزياده هتفضل عائق دايما في حياته. فلذلك هو بس مراعاه لمشاعرها فبيضطر يخبي حاجه زي كده زي الزواج. زائد ده مظاهر كتير ان الراجل بيخبي، لكن انا زي ما بقولت انا مش جاي اتكلم عن الراجل، انا جاي اتكلم عن الحالات اللي احنا بنشوفها، وان في زوجات كتير بتخبي. وزي ما قلت لحضرتك احنا لو بداناها على المستوى الاسري، البنت النهارده بتبقى قاعده مع اهلها زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، بتخبي على اهلها علاقه بينها وبين واحد تاني، او بتخبي على اهلها علاقه مثلا جنسيه حملت نسمعها للاسف بقى. طبعا اتفضلي اسمعها. خلصت كلامك؟ لسه. اتفضلي يا استاذه سو. انا برضو على مبدئي الراجل يقدر يخبي اضعاف 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 الست. هي وجهه نظر. الست 99% منها مشاعر، الست كائن عاطفي، إذا حبت بتعبر، إذا كرهت برضو بتعبر. حتى في القرآن، يعني هو ربنا حتى في القرآن سمى سورة اسمها سورة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، وما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. عليه الصلاة والسلام. صح؟ تمام. كان كل الأحاديث، معظم الأحاديث شامله استوصوا بالنساء خيرا. بس ده ايه علاقته بان الست تعرف تخبي اكتر او الراجل يعرف يخبي اكتر؟ ان الست مش هتعرف تخبي حاجه، بالعكس بالعكس، هي ما انا بقول اذا حبت بتبلغ. قصدك مشاعرها بتفضح؟ مشاعرها هي 99% منها. هي ممكن تكون بتتفرج على فيلم، شافت قصه ما وتلاقيها بتبكي مع الفيلم. مش هتعرف تخبي حاجه، ده ممكن بيحصل حتى يعني لو هي عملت حاجه غلط في البيت وفي اولاد تقول له اوعى تقول لابوك. انا بتكلم بالبلدي، اوعى تقول لابوك، بتخبي، شايفه ان هي عملت حاجه غلط، ما تعرفش. هتقول له اوعى تقول لابوك. مثلا انا بقول لك على سبيل المثال، لو عملت حاجه غلط يا استاذ، لو عملت حاجه غلط، لو حاجه اتحرقت منها، لو حاجه اتكسرت منها، لو حاجه عزيزه على جوزها اتكسرت. ماشي يا استاذ. ماشي. لا انا مش بتاع احصاء يا فندم. يعني حضرتك دلوقتي، يعني حضرتك، يعني حضرتك دلوقتي من ثلاث دقائق وربع كنت بتقول ان الزواج الثاني ده زواج مشروع وعادي وما فيهوش اي اهانه وما فيهوش اي مشكله للزوجه الثانيه، وهو ما بيخافش منها، هو بس بيخبي علشان خاطر مشاعر الست وعلشان الغيرة وعلشان الأولاد. وهي دلوقتي لما حضرتك بتقول لها حالا اوعى تقول لابوك، هي بتخبي على الراجل حاجة اتحرقت بتاعته فهيزعل عليها، هيزعل عليها. فحضرتك كده بتقول لا، بتستشهد، بتستشهد ان هي بتقول للولد. هو انا قلت حاجه حرام ولا غلط يعني؟ يعني مش ممكن. فين المشكله؟ يعني حضرتك بتقول الزواج، ان الراجل الراجل يقدم على زواج من واحده تانية، ايه المشكله؟ من غير ما يبلغ، ايه المشكله؟ ومن... لا هو في مشكله. لا مش مشكله. لا خلص. مشكله. لا مش مشكله. لا مشكله. هو مش رايك ومش راي ده، راي دي. لا بقول لحضرتك انا هتعرف اولا البلد. ما احنا مش جايين نتكلم في الجواز الثاني. ثانيه واحده احنا مش جايين نتكلم في الجواز الثاني. اصل حضرتك دلوقتي فتحت الجواز الثاني في السيجمنت دي او الفقره دي في النقاش مرتين. انا بقول هي مرتين. لا لا هي اللي فتحت الموضوع، مره في الخلع ومره دلوقتي. هي اللي فتحت الموضوع. فحضرتك احنا لازم نرد على حضرتك. احنا من اربع اسابيع كان معانا هنا داعيه اسلاميه اللي بتتكلم باسم الدين من الازهر الشريف، وشيخ الازهر عمل بيان بيقول لحضرتك والناس اللي بتفكر زي حضرتك، لا مش مستباح للراجل ان هو يتجوز على مزاجه. تمام. الراجل فيه شروط في الاسلام، ده شيخ الازهر. هو ده انا ولا حضرتك؟ هو شرط واحد. ده الازهر. ده الازهر. ده الازهر. ده الازهر. كلام الازهر. وكلام الشيوخ بيقولوا ان حضرتك
ما ينفعش تتجوز واحده تانية الا بشروط معين والقانون اللي الحمد لله. هي ايه الشروط؟ احنا بس بنتكلم. لا انا مش هقول ايه الشروط. انا طب ما هو شرط واحد العدل يعني. لا مش العدل. لا مش العدل. بقول ولا انا يا فندم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول في القران ده العدل. وفي حاجات كتير قوي الرجاله ما خدتش بالها منها وهي انها مكتوبه في القران الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى شرطها علشان حياتك يبقى الجواز ده جواز صحيح. ومش عايز اتكلم فيها دلوقتي لانه خلاص احنا بنخش في مواضيع مش بتاعتنا فعلا يعني. ده بارت 1. لا هي بتتكلم في سياق بس الموضوع. بس انا اسف برضه موضوع الزواج اللي حضرتك اتكلمتي فيه الاستاذه اللي ذكرتها. اما بقى احنا دلوقتي قاعدين في مصر الحمد لله رب العالمين تحت جمهوريه مصر العربيه، فالقوانين الجديده اللي بتسن دلوقتي للجواز الثاني والعقود بتاعه الجواز بتقول اولا لو اي سيده مش قابله ان جوزها يتجوز عليها تقدر تكتب الكلام ده في العقد، والعقد وده منفذ مش لسه هيتنفذ او قانون بيناقشه، القانون ده اتنفذ خلاص انه الجواز هو مقترح يبقى باطل. هو مقترح يبقى باطل. لا لا يا فندم اتنفذ. هو في راي احد الائمه اتنفذ. هو في راي احد الائمه يا فندم اتنفذ. هو في راي احد الائمه اقره بس، لكن هو مقترح يا فندم. تمام يا فندم. لا يا فندم. يا فندم. لا يا فندم. العقد شريعه المتعاقدين. تمام. لو اي سيده دلوقتي كتبت زوجي لا يتزوج عليا والله اللي يبل يبل حلو اللي يبقى ليه انا ما عنديش مشكله. هنا بقى يفسخ العقد ده نمره واحد. نمره اتنين المشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه خلاص عشان نرجع تاني موضوع حلقتنا. تمام. الجواز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده دلوقتي بقى مشروع قانون دلوقتي موجود واحنا بنتكلم انه مش من حق الزوج انه يتجوز على زوجته الا لما يبلغها الاول وتوافق. ده مشروع قانون ده اللي انا بتكلم فيه ان شاء الله يتوافق عليه. يعني اتمنى ان شاء الله والله يعني. ولو ما كانش ليه سند اسلامي ما كانش هيبقى ما كانش حد هيبقى عنده الجراءة يا فندم انه يقترحه. بس ده مش موضوعنا دلوقتي كقانون. نعمله نحطه على جنب نرجع تاني موضوع حلقات. هنا الاستاذه سهى بتقول لحضرتك انه الراجل عنده مساحه خليني اقولها كده عنده مساحه اكبر، بلاش اكتر دي عشان احنا برضو ما نقدرش نعمم، لكن هو عنده مساحه اكبر من الست انه يقدر يخبي عليها انه زي ما حضرتك قلت دلوقتي وتفضلت راتبه لايا كان السبب، يقدر يدي فلوس لمامته او باباه وحقه كمساعده كرد دين من غير ما زوجته تعرف علشان ما تتضايقش، يقدر يعرف عليها اخريات من غير ما هي تعرف، يقدر ليه مساحه من الحريه كزوج كراجل اكتر واكبر من الست اللي تديله الدفعه انه يستطيع انه يخبي تفاصيل حتى يوميه. يمكن على فكره ما بيبقاش ليها لازمه، مش لازم يكون بيعمل حاجه غلط يعني. الاسرار هنا او موضوع الفقره مش معناه ان الراجل بيعمل حاجه غلط. تمام. معناه الشخصيه المساحه القدره للراجل اكتر من الست ولا العكس؟ هي الاستاذه قالت الراجل وقالت ان مش عارف تقريبا حالات قابلتها سببت سبب اي مشكله وسبب المشاكل الكتير اللي بتقابلها سببها رجل. ما هو الرجل ده والدي ووالدك واخويا واخوكي وابني وابنك، ما هو مش كل المشاكل سببها رجل. انا بتكلم على اشباه الرجال وبتكلم على المقدره. هو حضرتك ليه بتغيري كلامي؟ وبتكلم. لا انا بتكلم انا ما بغيرش. لا بتغيري كلامي. لا ما بغيرش سبب المشكله. لا 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 ما بغير. لا ما انا عندي كلامي سبب المشكله. وهل يعني سبب الحالات خلينا نتفق ان الرجاله بقول لك ان الرجاله بتخبي اكتر من الستات. تمام. وعندها المقدره زي ما حضرتك بتقولي. تمام. والستات دي ما بتخبيش خالص، مش ملايكه او ملايكه ما بيعملوش حاجه، ما بيعرفوش يخبوا، ما بيعرفوش يداروا. هتخبي في ايه؟ ما بتخبيش يعني. هتخبي لا قوليها لي صراحه. قولي لي ما بتخبيش نسبه بس. انا دلوقتي ده انا بقول لحضرتك انا جبت لك حالات يعني. يا استاذ طارق احنا دلوقتي بنتكلم في اخر حاله تلازم. اخر حاله احنا قابلناها محاميه تكفلت بمصاريف قضيه طلاق لموكله وفي الاخر اتجوزت الطليقه. اتجوزت ايه؟ اتجوزت طليقها اللي هي طلقته منه. طب ودي مش مخبيه على الموكله بتاعتها نيتها حتى؟ يا استاذه للاسف موضوع ان احنا نخبي على بعض ده، الستات نفسهم بقى خطر على بعض، مش الست بقت خطر على الرجل ولا الرجل بقى خطر، الستات نفسهم بقى خطر على بعض. برضه احنا نرجع لموضوعنا تاني. يا فندم يا فندم يا فندم الاطفال اللي بنلاقيهم مرميين في الشارع الرضع اللي لسه مولودين،
ده نتيجة ان في اهل عارفين بالحمل ده. احصائية ايه انت بتتكلم فيها؟ انا ما قلتش احصائية، انا ما قلتش احصائية. ده نتيجة ايه؟ انا قلت ده نتيجة ناس ما ربوش بنتهم كويس، ما ربوش ابنهم كويس. ازاي قدرت؟ ازاي قدرت؟ ما فيش اخلاق، ازاي قدرت؟ فبالتالي يا فندم الطرفين هنا السيكولوجية النفسية من الراجل اقوى ان هو يقدر يخبي ويقدر يجمع ما بين اكثر من علاقة في وقت واحد. انا بقول لحضرتك ويقدر يجود بالمشاعر. ازاي قدرت تخبي حملها على اهلها لمدة 9 اشهر؟ انت يعني عندها المقدره انها تخبي. انت بتتكلم بنسبه مش انتوا بت... انا بقول لكم حالات عشان نقيس. انت بتتكلم في 1%؟ يا فندم 1% ولا 2%؟ انا هقول 1%. الاهل اللي ما يعرفوش يربوا بنتهم لدرجه انها تروح تدخل في علاقه اثيمه مع شاب ويبقى اثيمه مع شاب وتبقى النتيجه طفل غير شرعي، اكيد الاهل دول مش هيبقوا مركزين. مش هي اللي دقيقه قوي في ان هم هي حاله واحده ولا اتنين ولا حالات كتير. جميل. طب خلينا نتكلم بقى على مستوى الزوج والزوجه. الحادثه اللي اتصورت والقاضي حكم على زوجه اللي قتلت جوزها عشان خاطر عشقها، دي ازاي قدرت تخبي على جوزها فتره كبيره سنين؟ انا ما عممتش، انا بقول حاله، انا قلت الحاله. بس ازاي قدرت تخبي على جوزها؟ ما هو بيحصلش يا استاذه رضوى ان الحالات دي بتحصل في بيوت كتير يا سيدي فاضل. استاذ طارق بتحصل في بيوت كتير. استاذ طارق ما هو والله العظيم ثلاثه بيحصل اكتر منها ونسبه اكبر منها للرجال لسبب بسيط قوي. احنا كده بنتكلم بقى، احنا عايزين نهاجم الراجل. لا ما هو لسه هقول لك، هو مش لاننا احنا بنهاجم. انا في بدايه كلامي قلت ده بيحصل هنا وبيحصل هنا والله. لانه الرجاله عندهم رخصه، عنده رخصه. تمام. ايه هي الرخصه يا سيدي؟ لو ما عملتش هبقى اتجوزها، مش مهم خلاص. فهو عنده حاجه بتطبطب على ضميره كده، لان هو عنده مثنى وثلاث ورباع. جميل. برضه انتوا حاصرينها في موضوع الجواز. لكن الست حاصرينها في موضوع الزواج ما فقط. عندهاش طب هي ربنا خلقني محور حياتها كله. انا برضه هخرجك. لا انا هخرجك على رايي وعلى كلام الراجل وعلى اولاده وعلى مسؤولياته. الراجل مش بس يقدر يخبي على مراته وعلى مسؤولياته، بيتجوز تاني ولا تالت ولا رابع، ده يقدر يخبي على مراته مثلا مشاكل بينه وبين اهله، يقدر يخبي على مراته مشاكل في عيلته. بص هو متفق على... دلوقتي لا مش انتوا عايزين الكلام ده يبقى رايح على الراجل بس، انا اديكوا الكلام اللي انتوا عايزينه. ليه بقى حاصرين لا عشان ده الحقيقه انتوا لا انا مش عشان ده الحقيقه انا مش متفق على حاجه. مش انا بس عشان انا عايز اعرف انتوا ليه حاصرينها؟ ليه حاصرينها في نقطه ان الراجل بيخبي على مراته ان هو اتجوز؟ ليه حاصرينها في الزواج الثاني؟ ليه حاصرينها في التعدد فقط؟ احنا مش حاصرينها. هو يقدر يخبي حاجات كتير، انتوا هيقدر يخبي حاجات كتير، انما انتوا اتكلمتوا في الزواج فقط. لا يا استاذ طارق حضرتك، انا لسه قايل لحضرتك ان هو ممكن يخبي تفاصيل الراتب بتاعه عشان يساعد اهله ومامته وباباه، وده حقه. يخبي مشكله. جميل. مع من اصغر التفاصيل لاكبرها. يخبي انه ساب الشغل ومش عايز يقول. لو افترضنا ان ما بيخبي مش ده مش كله وحش. لو افترضنا ان احنا ممكن نسمي ان يخبي ده كذب. كذب من كذب ايه؟ نخبيه كذب تمام، وليه عقوبه عند ربنا. هو الكذب ده يعني مقتصر على الرجل فقط ولا مقتصر على الرجل ومرته؟ على الجنسين. يبقى انت كده متفقه معايا ان هنا بيخبي وهنا بيخبي، ان الست بالنسبه لاكتر راجل. عندك احصائيه كده؟ عندك احصائيه كده؟ ادهاني احصائيه كده من الكامبس. ادهاني احصائيه من الكامبس يقول ان الراجل هو اللي بيخبي. احنا ما نقدرش نقول كده. ده اللي انا قلته في بدايه حلقتي. مفيش اي احصائيه تقول ان الراجل هو اللي بيخبي اكتر. مفيش اي احصائيه تقول انه الراجل هو اللي يقدر. والله مفيش حديث شريف، مفيش ايه، مفيش حاجه تقدر نقول دلوقتي بصوت عالي لا قطعا الرجاله هي اللي بتخبي اكتر. بس نقدر نقول انه يمكن استاذه سوا بتقول ان انت المساحه الحياتيه بتاعت كل يوم عندك. جميل جميل. انا متفق تفاصيلها. بس متفق على ايه؟ دي وجهه نظرها فقط، متفق ان دي وجهه نظرها، لكن مش معنى كده انها صح. تحتمل الخطا. دي وجهه نظرها. طالما ما فيش احصائيه ولا عندي انا لما بتكلم بقول في حالات، والحالات دي مش عندي. ما انا كل حاجه تحتمل الشعب كله. هي تحتمل كل حاجه الصواب، لكن هي بتكلم حاجه بالمنطق. انا 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 في بتكلم حاجه بالمنطق. ما انا لا ده المنطق ده منطقها هو، لكن ده مش منطق. لا مش منطق عام. لا ده مش منطق عام. ان النهارده الراجل عنده مساحه والست ما عندهاش مساحه. لو الست قاعده في البيت، لو الست وبيروح وبيجي وهي قاعده في البيت شايفه مسؤولياتها ومسؤوليات جوزها اللي مسافر ومراعيه اولادها، بلاوي السوشيال ميديا اللي بنشوفها. أيوة. واللي سبب في خراب بيوت كتير. بلاوي السوشيال ميديا. طب انا اقول لك على قصه. بلاوي السوشيال ميديا دي سبب ان الراجل واحد عشان راح اعرف واحده ومراته غنيه جدا جدا جدا، عندها ثراء مادي فظيع. تمام. خطط لقتلها علشان خاطر يتجوز عشيقته وعشان خاطر هو يتنعم
بالثراء الفاحش. بس احنا برضو ما نقدرش نعمم الحاله دي وما نقدرش نقول ان احنا مش بنعممها. انا بدي انا منك قلم وطلعش كده وطول الوقت وطول الوقت كان وطول الوقت كان بيظهر وطول الوقت كان بيظهر قد ايه. انا قلت والله لو اتفقنا يا جماعه ان هو احنا ما الاثنين بيكذبوا, لو اتفقنا ان الواحد يخبي او الست تخبي او الراجل يخبي كذب الاثنين بيكذبوا. ماشي انا عنده مقدره اكبر برضه, عنده مقدره اكبر. احنا نقدر نقول انا ما اقدرش اقول ان الست عندها مقدره اكبر, انا ما اقدرش اقول كده. لكن اقدر اقول في ظواهر بتقول ان الستات تقدر تخبي, وفي ظواهر بتقول لكن ان الظواهر الاكثر مين؟ ما اقدرش عمي ما لا يا استاذ طارق, لا 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 مش فير. انا بقول لحضرتك لما انا بجيب فير لحضرتك حالات الظواهر الاكثر برضه واجيبها لك مصوره من صحف من صحف الدكاتره النفسيين. والله يا استاذ طارق الدكاتره النفسيين بيقولوا لي كده نصا وحرفيا, الرجاله مجانين اكثر المشاكل اللي بتجيلنا يا استاذه سهى ستات سببها راجل. معلش خب عليها معلش. كذب عليها خذلها دمرها نفسيا دمرها بيتقالي. عصبيا واللي في المصحات دول ايه اللي في المصحات دول ايه واللي بيموتوا بدري والستات واقفين على طابور المعاشات ايه؟ ما هو ماتوا بسبب اللي بيشوفوه منكم. لا الموت ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى, انت ما يميلكش ان انت تتكلم فيه. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. امال هما اللي ليهم الحق يقولوا ان الستات مشاكلها النفسيه بسبب الراجل؟ اقل من عمر الست. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. امال هما اللي يقولوا كده؟ امال هما اللي يقولوا ان مشاكل الستات النفسيه بس سببها راجل؟ بس استاذ طارق عايز اقول لك على حاجه. اه طبعا سببها راجل. خلينا نتفق نقرب المسافات كده من بينكم ونقول ايوه السيدات تقدر او تستطيع انها تخبي اسرار. ايوه اللي انا قلته في الاول تقدر وتستطيع. اللي انا قلته في الاول لكن مساحه الراجل حياتي لا ما لكنش في الخروج لا 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 ما لكنش والسفر والسفر ايوه ده اللي انا اتكلمت فيه والسوشيال ميديا كون معاه بدل الموبايل اكثر من الموبايل على السوشيال ميديا. طبعا يا فندم احنا مش في مجتمع مغلق, احنا النهارده الدنيا مفتوحه. لا لا بص لكن انا لما هتكلم على المشكله ستاتنا محترمات, ستاتنا محترمات ورجالتنا محترمات. لكن لا لا الراجل بيطبطب بيطبطب على ضميره. انا مش عايز حد يفهم كلامي غلط. احنا بنقول ان في بعض منهم بنقول في لكن حتى ربنا لما اتكلم عن الـ عن الـ يعني نربط بقى الايات ببعضها وقد افضى بعضكم الى بعض. صحيح. لكن احنا مش ده بقى ده احنا هنمشي في نطاق الموضوع. افضى بعضكم الى بعض لكن اللي بنشوفه خلى ده يخبي وخلاها هي تخبي. اتفضلي. الست لما بتقعد في البيت زي ما استاذه سهى تفضلت وقالت بتاخد بالها من جوزها بتاخد بالها من نفسها. احنا بنتكلم على دلوقتي الحالات العاديه السيدات العاديه وتاخد بالها من عيالها وتاخد بالها من جوزها وتاخد بالها من نفسها. واذا كانت امراه عامله كمان يا استاذه رضوى او امراه عامله او كذا يعني خلاص. هي في كل الجوانب. لكن هو النهارده لما ينزل ان هو مثلا بيقول انا راجل شقيان بشتغل من 8 ل 8 عشان اعرف اكفي واكل واشرب واعلم واعمل مش عارفه ايه. ال 12 ساعه دول يتيحوا لي ان هو يعمل حاجات كتير جدا. ان هو يعمل علاقه يخبيها مش على لازم برضه. علاقه ان هو يعمل حاجه بنتكلم في مضمون الخبايا بنتكلم في مضمون مش لازم حاجه وحشه بنتكلم في مضمون الخبايا بس يقدر في النص هنا يعمل اي حاجه يقدر هنا مثلا من 8 ل 8 يكون هو بيشتغل شغلانه مثلا اتخانق مع مدير ومديره رفض وهو مش عايز ينكد على مراته خليني اجيبها لك بالطريقه الحلوه فيقول لها انا كل يوم نازل رايح الشغل وهو نازل يقعد على القهوه سهله اهي ويستلف من واحد صاحبه علشان يديلها الفلوس عشان هي ما يحصلش ضائقه ماديه وهو بيدور على عمل اخر او مهنه اخرى ويبقى كتر الف خيره راجل محترم جدا جميل. لكن هو هنا برضو اسمها بيعمل ايه بيخبي ايجابي مش بيخبي سلبي. احنا انا قلت في موضوع الفقره أنا قلت مش انه يا فندم والله انا قلت بس الاستاذه سهى للاسف مش مداني مساحه اتكلم. قلت ان هي ليها مظاهر كتير مش بس مظهر للزواج باخرى ومظهر ان الست تخون الراجل لا ده ليها مظاهر كتير وقد تكون هي بتعمل مثلا ومش عايزه جوزها يعرف دخلها فتقول له انا بقبض 1000 جنيه بس في الاخر مثلا في الاخر وارد. في الاخر يوم الراجل اليوم بتاع الراجل يومه بره خارج المنزل يتيح لي بمناسبه اليوم الراجل ان هو خارج المنزل. عارفه حضرتك لما بتتكتب دايما راجل بيكتب كده على جروب مثلا وحضرتك يعني هنتفق ان حضرتك تؤمني بالسوشيال ميديا نوعا ما ويكتب مثلا على جروب ان هو اكتشف خيانه زوجته لي وان هو شقيان وكذا اول رد بيترد من الستات في الغالب ستات شوف هي عملت كده ليه؟ اكيد عملت كده عشان سبب فيك انت. غير مسموح غير مسموح وغير مقبول ودايما بنقول ان الخيانه احنا ستاتنا ستات محترمه احنا دايما بنقول ان الخيانه غير مقبوله تماما وملهاش اي مبرر سواء من الراجل او من الست وبالذات بقى من الست. يعني لازم الواحد يبقى برضو فار جدا لانه احنا لسه كنت دلوقتي انا واستاذ طارق بنتجادل على اسباب الزواج التاني. فهنا لو هو مثلا امرأته
ما بتخلفش، دي من الحاجات اللي ممكن تخلي الراجل يتجوز على مراته علشان يبقى عنده نسل ويبقى عنده أطفال وأولاد وكذا، ويبلغها برضو أستاذة رضوى، هي ليها حرية. موافقة إنه يبلغها؟ هي ليها حرية الرأي. شرعا لا، شرعا لا. توافق شرعا؟ ما شرعا لا، توافق أو ما توافقش، إنها توافق ولا تعلم أصلا. يلا تنورتونا النهاردة أستاذة سهى، من غير ما نتكلم على حل المشكلة. نورتنا. طب لازم يبقى نعمل جزء تاني. لا هو حلها بسيط جدا، اتفضل. إن اللي بيخبي على الطرف الآخر لازم إمتى حلها إزاي؟ إمتى يعرف يفضفض لي أو يقول حل؟ إمتى يعرف ويقول إذا كان ينفع يفصح ولا لأ؟ وإمتى يفصح وليه يفصح؟ ويتوقع رد فعل الطرف الآخر، ساعتها بس هيقدر يفصح عن السر اللي هو مخبي جوه. تحت اي ظرف ما ينفعش. نورتنا استاذه سهى، نورتينا. تحت اي ظرف ما ينفعش. كان نفسي يتفقوا بس كالعاده ما حدش اتفق مع التاني، لكن احنا اتكلمنا بصوت عالي، انا سبتهم يعني يتكلموا بصوت عالي عشان يعني يمكن الصوت العالي يوصل لطرف يحس، في طرف يحس انه ما يصحش يخبي على الطرف الاخر حاجه، بالذات لو كان شريك حياه، بالذات لو كان في سكن ومودة ورحمة لربنا سبحانه وتعالى أوصانا بيها في الزواج، فبالتالي ما يصحش إنه ده يحصل، لأن ده أكيد بيتعارض مع ده. مشاهدتي عزيزاتي وبناتي حبيبات، لو إني عمر إن شاء الله أشوفكم بكرة وحلقة جديدة من هنا وبس.